عودة الاستقرار على الطقس تدريجيا في عموم مناطق المملكة، لكن تزيد فرص تشكل الصقيع والضباب الكثيف الأيام القليلة القادمة. تفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. استمر تأثر جنوب المملكة العربية السعودية تحديدا منطقة الربع الخالي نهار اليوم بأحوال جوية غير مستقرة، هطلت زخات من الأمطار، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في عموم المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا المنطقة الشرقية. صور القمر الاصطناعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي أو الجبهة الهوائية الباردة، والتي وصلت إلى عموم جنوب الجزيرة العربية، شملت دولة الإمارات، سلطنة عمان وأجزاء واسعة من منطقة الربع الخالي، عملت على هطول زخات من الأمطار. لكن يتوقع خلال الساعات القادمة أن تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة بعيدا نحو بحر العرب خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، ليعود الطقس المستقر في عموم المناطق، لكن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ويستقر الطقس ويتشكل الصقيع. وتفاصيل نستعرضه بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. هي درجات الحرارة السطحية هذه المرة من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء، درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء تلامس درجات الحرارة الصفر المئوي في عموم المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، ويتشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر. تعود وترتفع درجات الحرارة خلال ساعات نهار يوم الأربعاء، لكن تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس بارد بشكل عام في عموم مناطق المملكة، وتعود وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ويعود ويتشكل الصقيع والضباب هذه المرة في أجزاء واسعة من منطقة تبوك، الجوف، حائل، وصول حتى حفر الباطن، مرورا بالحدود الشمالية، وصولا حتى أجزاء من القصيم وشمال منطقة الرياض. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حتى تكون الأجواء مستقرة وصافية بشكل عام لكن باردة بشكل لافت. 8 درجات مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 5 درجات مئوية فقط، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. تستقر درجات الحرارة حول 16 درجة مئوية من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة مع استمرار الطقس المستقر بشكل عام، أما الصغرى تكون ما بين 9 و8 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مدن المملكة ليوم الأربعاء، نبدأها من تبوك، أجواء صافية 18-7، سكاكاسا 15-5، وعرعر 16-4 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 24-11، جدة 29-21، مكة المكرمة 30-19، والطائف 20-10 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 15-9، زخات رعدية من الأمطار في أبها 17-13، وجزان تفرق لبعض الغيوم 29-24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 16-12، حفر الباطن 16-9، والإحساء 17-10 مع أجواء مشمسة ومستقرة. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 16-8 مع أجواء صافية، نفس الأجواء والحرارات في بريدة، أما حائل 15-7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.